السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراكي. صباح الفل حبايبي، ويا رب كده تكونوا بخير يا رب وفي أحسن حال. اليومين دولت أنا بقى بعمل لكم يعني حلقات كده هوت علشان إيه، يعني حلقات كده معقمات عشان إيه، يعني تعقمي. أول حاجة عملتها معاكم حبايبي عملت اللي هو معقم الإيدين عشان طبعا فيروس كورونا المنشور اليومين دولت، فطبعا إيه أنا بحاول بس إن أنا يعني أعمل لكم معقمات كده. عملت معقم للإيدين أول حاجة عشان يعني تعقمي بيها إيديكي وإيدين أولادك. وتاني فيديو عملته برضو معاكم، عملنا برضو إيه معقم كده تمسحي بيه أي حاجة، الأرضيات، الحيطان، أي حاجة تعقميها. والنهاردة هنعمل برضو معقم تاني، برضو هيبقى المعقم ده بقى إيه خاص بالأدوات بتاعة المطبخ. طبعا المعقم اللي فات ده هو يعني كان تمسحي يعني تعقمي بيه السيراميك، الحيطة، الأوكر بتاع البيبان، بيبان الشقة عندك، يعني تعقمي بيه باب التلاجة من بره مش التلاجة من جوه. يعني كان متعدد الاستخدامات بالنسبة للحاجات اللي هي السطحية كده هوت اللي انت ايه تعقمي بيه. النهاردة بقى اللي هو المعقم ده هوت هيبقى بقى ايه خاص بجميع ادوات الايه المطبخ اللي ممكن تعقمي بيه، اللي هي قطعة اللحمة بتاعة الخضار او الـ بتاعة الخضروات او اللحمة. ممكن تعقمي بيه برضو اللي هو المعالق، الشوك، السكاكين. بصوا اي حاجة بادوات المطبخ، يعني مثلا ايه زي اللي هو الخلاط اللي تمسحي بيه اي حاجه كده هوت. الحاجات بقى اللي هي ايه تبقى خاصه بالحاجات اللي انت بتستعمليها في قلب المطبخ، ماشي، بمكوناته بسيطه جدا جدا. نعم، فهنحتاج 2 مكون بس، هنحتاج للميه وهنحتاج للخل بس كده، وبخاخه فاضيه وحته بقى اي حته لازم تكون نظيفه معاكي. وبعد كده تبداي اللي انت ايه ترشي بقى بالبخاخه وتمسحي يعني كده بقى ايه. هنبدأ كده حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا هاخد ايه، احط بقى كده القمع كده، اي بخاخة بقى عندك تكون فاضية وتستخدميها. هاخد الاول كده هوت ايه كده هوت ايه اخد برضو كوباية خل، لا كوباية وكوباية. بس كده اضربها ايه كده كويس. هشيل الحاجات دي كده على جنب. كده حبايبي انا معايا حته يعني غسلها الاول كويس، اي حته يعني اي حته بيضه كده عندك بتاعت فالينا قديمه ولا حاجه بتغسليها كويس. وبعد كده اهوت هتبداي بقى ايه تستخدمي، هترجي الازازه كده اهوت. وممكن بقى ايه يعني تستخدميه مثلا في الايه اي حاجه بقى عندك من اللي هي بتاعه المطبخ زي كده. هتبداي ان انت ايه هترشي كده ايه على الحته اشوفها بس كده الاول. ايوه اشتغلت مع بال بس ايه ما سحبت ايه معايا. هبدا ان انا ايه ارش كده اهوت، ترشي على الحتة. وبعد كده ايه بتبدأي بقى بعد كده اللي ايه تمسحي. تمسحي بقى اي حاجة في عندك تستخدميها في قلب المطبخ.
تاني على الحته. طبعا هو بيديلك نظافه جميله جدا، يعني تعقيم ونظافه كمان، يعني مش مجرد اللي هو يبقى معقم وخلاص، لا هتلاقيه بينظف معاك الحاجه اللي انت بتعمليها. رش برضو ايه، رش من هنا كده. دي العصارة ديت اللي هي بتاعت الكبة. وبالنسبة بقى للمعالق، المعالق هتجيبي يعني علبة كده فاضية، وهتبدأي اللي انت تلمي المعالق اللي عندك، اذا كان معالق شوك سكاكين اي حاجة، هتحطيهم في علبة بلاستيك كده كبيرة، وبعد كده هتضيفي عليهم يعني لو انت هتحطي مثلا هتحطي كوبايتين مية، كوبايتين خل، لو 3 كوبايات مية يبقى 3 كوبايات خل كده يعني. هبدأ اللي انا مسحها من جوه. انا قلت بس اجرب لكم في ايه، هو طبعا متعدد الاستخدامات، بس حبيت ان انا اعمل معاكم برضو عملي وانا بنضف اي حاجه كده ايه في المطبخ ايه عندي. يعني خلاط كده اهوت، يعني مش عشان بس ايه ارش من بره، رشيت انا رشيت ايه يعني حاجات بسيطه جدا. ما ولو مثلا في اي حاجه يعني حاجات ضيقه ولا حاجه كده مش هتقدري ان انت توصلي لها اماكن يعني تكون كده، ممكن برضو بفرشه سنان ولا حاجه ممكن انت تقدري ان انت تعمليها. نجيب حتى اللي يعني في الحاجات اللي هي زي كده.
نشيل الحاجات اللي جوه ديت عشان ايه بالليفه. دي ليفه قديمه ديت بمسح بيها ايه اي حاجه كده ايه قديمه، بمسح بيها اي حاجه يعني ايه غير المواعين. نعم خلاص الجلد، بس الكاوتش بتاعه بيمسك في الطباقة، شايفين حبايبي؟ دلوقتي حبايبي بعد ما نضفت معاكم كبة الخلاط، ممكن برضو اللي تستخدميه برضو في غسيل يعني في المعالق برضو، شايفين؟ تجيب المعالق والشوك اللي عندك، اي حاجة بقى عندك تحطيها في علبة بلاستيك كده اهو، وهبدأ اللي انا ايه احط عليهم كوبايتين مية كده اهو. على حسب ما يغطي المعالق معايا. انا كده ايه حطيت ثلاثة. مالك يا ناتي؟ اصل بص ماما، انا كل المعالق وكل الشوك وانا دلوقتي بعمل شاي، فالمفروض انا محتاجه معلقه. بس هاخدي لك واحده غسيل، مفيش عندك؟ لا في كده. انا حطيت حبايبي زي كميه الميه، حطيت ايه الخل، لا يبقى 3 كوبايات خل على 3 ايه؟ على 3 ميه. بتسيبيهم بقى منقوعين كده اهوت يعني لمده ساعه كده ولا حاجه، وبعد كده بتبداي اللي انت بتطلعيهم ما وتشوفيهم بقى كده اهوت وبس كده يعني، هتلاقيهم نضفوا معاكي وهتلاقي هتلاقي المعالق كده بتلمع وزي الفل. لا وكده يبقى انت عقمتيها. ايه كمان؟ لا انا كده شايفين الحته اللي انا مسحت بيها، غسلتها كويس جدا بالصابونه طبعا، بعد ما تستخدمي المعقم ده هو زي احنا ما شفنا، كنت برش بيها ومسحت الكبه بتاعه الخلاط. بعد ما خلصت غسلتها كويس جدا، ما تيجي بقى تمسحي بيها اي حاجه تانية، تبدي غسلها بالصابونه والميه كويس، وبعد كده تبدأي تستخدمي برضو تاني بالبخاخة ديت يعني ايه معاكي، وهتلاقي نفسك كمان مش هستغني عنها. اي حاجة موجودة في المطبخ، ان شاء الله طباخة، حيطة، اي حاجة هتلاقي نفسك. البوتاجاز مثلا ممكن انتي هتغسليه وتنضفيه كويس الاول، وبعد كده تديله رشة من ديت كده ومسحيه، هتلاقيه بقى بيلمع معاكي وهيديله لمعة جميلة جدا. يعني انت كمان مش هتقدري تستغني عنه، ممكن برضه تلمعي بيه برضه الحوض، هتعقمي بيه بقى، هتلاقي نفسك بتعقمي بيه اي حاجه في قلب المطبخ ايه عندك. اتمنى حبايبي الفيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه.
بحبكم جدا جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان الوراقي وام ندى وفتحي. يا ريت كمل انت بقى، تعملوا لايك وشير للفيديو وايه كمان، وسبسكرايب في القناه وفعلوا الجرس واكتبوا رايكم بقى في التعليقات. سلام، يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.